فضيلة الشيخ، ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ثم يفتح مكتبا للمحاماة ويقف مرافعا أمام المحاكم المدنية وإدارات الشركات، وما حكم ما يجمعه من مال ويكسب من ذلك؟ وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع هذا كفر، لأنه يعني رفع الشرع ووضع الطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا حجة لمن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذه قوانين دنيوية، ما نحن ما أتينا العبادات، ما أتينا الصلاة، ما أتينا النكاح، ما أتينا الفرائض، لكن المعاملة بين الناس هي أمور دنيوية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن لا نكفر بذلك، لم نرفع الشرع، الشرع حولنا إليه لمعلومات: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول: لقد ظلوا فيما فهموا، ظلوا فيما فهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم في أمر الصناعة وأمر الحرفة. لو جاء النجار كيف يصنع هذا الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجار، لأن الرسول تحدث عن هذا في أمر الصناعة، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحل، فحل النخل، ويأخذون طلع، ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونها بهذا. فكم تعب الإنسان؟ 4 مرات، صح؟ صعود الفحل والنزول منه، صعود النخلة والنزول منها، 4 مرات يعني تقتضي جهدا ووقتا. فقال لهم: لو أنكم تركتم هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من المرء أن يكون حازما وأن لا يضيع دقيقة واحدة من عمره إلا في فائدة، فظن أن المسألة ليس فيها فائدة، لأنه لم يعش في بلد فيها زراعة ونخيل. أين عاش؟ في مكة، في بلد غير ذي زرع، ولا يعرف عن هذا شيء. فتركوه، قالوا: هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركتم هذا نترك. لما تركوا النخل بدون تلقيح، وش يكون النخل؟ ايش يكون؟ شيء ما ينفع، ففسد النخل. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذا فسد النخل. قال: اصنعوا ما شئتم، او كلمة نحوها: انتم اعلم بامور دنياكم، أنتم أعلم بالحلال والحرام في أمور دنياكم أو في طريق الحرفة والصنعة. في الحرفة والصنعة لا في الحلال والحرام، ولهذا نظم الرسول بيع النخل، قال: لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فنظم. وأعظم أقوى الآية في القرآن تتعلق بإيش؟ بالبيع والدين في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازل أخطأوا في هذا الحديث، والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون. فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله، فهذا والعياذ بالله الكفر، هذا الكفر. تعلم الإنسان للقوانين الوضعية إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق فهذا لا بأس به، وإذا كان تعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع فهذا حرام، واضح؟ وفي هذا أيضا نقول: حتى المحاماة، حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة، نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله فلا بأس أن يمارس هذه المهنة،
وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل فهذا حرام.